السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج 18 عبر قناة الراي. مضمون الحلقة اليوم أكثر من نقطة راح ننتجز لها، بالتأكيد راح نسلط الضوء على الجولة الثانية لدوري فيفا لكرة القدم بإقامة اليوم ثلاث لقاءات، وطبعا ما راح نذكر النتائج إلا إن شاء الله بعد مضمون هالحلقة، ما يعني نبدأ بحماسة شوي. لكن في البداية خلوني أرحب بضيوفي المتواجدين معاي، اللي أنا صراحة سعيد جدا بتواجدهم معاي وأول مرة يثورون معاي في هالحلقة. لكن يعني المميز أن نسلط الضوء على جميع المتخصصين في جميع المجالات، أيضا من خلال مدربين، من خلال لاعبين سابقين، وأيضا من خلال يعني وكيل لاعبين متخصص ومعتمد في عالم الاحتراف. يسعدنا يكون معانا بالبداية أخوي على اليمين طارق الكندري، وكيل أبو أحمد، وكيل اللاعبين المعتمد من حتى من الفيفا. رحب فيك أبو أحمد. الله يسلمك أخي الوليد، أتشرف فيك وأتشرف بحضور الكرام السادة المشاهدين. مساء المبارك. الله يحفظكم. انا يعني اشوفك شوي متنشن ولا لا؟ لا طبيعي عادل. طبيعي بس خلص عشان نحمسها شوي. لا لا رحب بسمي اللي انا احبه شخصيا، يعني عشقه، يعني من كان لاعب استانس عليه، وليدي عشرة، والمصطلح اللي تربوا عليه اجيال كثيره، وليد النصار مدرب وطني. مساء المبارك. ساعتك ابرك يا سمي، مساك بخير، مساء اخواننا المشاهدين، وان شاء الله نستمتع باللقاء بوجود الكوكبة الطيبة هذه. يا حبيبي الساعة المباركة. رحب ايضا بمحلل 18 اخوي العزيز، يعني رغم التعادل اليوم نبي ابتسامة، بس ما يخالف نطوف اليوم. ابو ثامر صالح جفاهوش، حياك الله يا ابو خالد، انا مستعليك عليك وعلى الكبات الموجودين اللي تشرف فيهم صراحة، وعلى مشاهدينا الكرام، وعندي رسالة عتب صراحة، يعني ما أدري أخليها ولا قولها. أنا والله رسالة عتب، يعني هي عتب على قدر المحبة. يعني إحنا القناة الثالثة يفترض أن اليوم منقول مباراة الجهرة والفحيحين، تفاجئنا، وهذه بادرة شكر منهم للإذاعة. شفنا تواجد اليوم الإذاعة والإخوان طلال الفضلي، لكن تفاجئنا اليوم ما هي منقولة مباراة الفحيحين والجهرة اللي هي موجوده على استاد مبارك العياد. يعني عدم نقل الثالثه لكم تعادلتوا؟ لا لا لا. بس هذه انا اعتقد ان هذه حقوق للنادي، حقوق طيب. النقل للنادي هي حقوق ماليه، اليوم بالجدول موجود بتنسيق بالاتحاد الكويتي مع وزاره الاعلام، يفترض اليوم مباراه منقوله. تفاجئنا ان بس متواجدين الاذاعه ما يكونوا موجودين الا في نقل المباراه. طيب. هذه يعني هذا العتب على الاخوان في القناه الثالثه، اتمنى يداركونه في الايام الجايه. يعني اليوم عتبك في محله، وانا متاكد ان الاخوان في وزاره الاعلام وخاصه في القناه الثالثه كويت سبورت حريصين جدا على تسليط الضوء على جميع مباريات، لكن يمكن عندهم يعني عدم كفاية عدد من السيارات، يمكن لكم ظروفكم، ويعني وهذا عتب من أخوكم. بالعكس يعني، وإحنا نشد على إيدينكم، دائما مميزين في نقلكم للمباريات وجميع المسابقات الرياضية. رحب أيضا ضيفنا الرابع مدربنا الوطني محمد النمش، حياك الله. الله يحييك أبو خالد، نرحب فيك ونرحب بالإخوان اللي موجودين معنا والمشاهدين، حياك الله. نبدا معاكم مشوارنا، لكن راح ناخذ هالفاصل السريع، ومن ثم راح نرجع معاكم لمواضيعنا ومضموننا في هالحلقه، خلكم معنا. الجولة الثانية من دوري فيفا لكرة القدم أسفرت عن نتائج كثيرة. القادسية يفوز على النصر، انتهت قبل قليل بثلاثة أهداف دون رد. التضامن يفوز، عفوا كاظمة يفوز على التضامن بهدف دون رد. أيضا الجهرة يتعادل مع فحيل في الوقت القاتل بالنسبة طبعا للجهرة. لكن قبل أدش في تفاصيل كثيرة بخصوص الجولة الثانية، اليوم بتكلم عن موضوع، يعني موضوع من خلال مصادرنا الخاصة. من أدار مباراة القادسية والنصر؟ الحكم، حكم الساحة القطري، وطبعا هو بين هلا واخوانه ونرحب فيه والساعة المباركة، عبد الرحمن الجاسم اللي أجاد في إدارة هذا اللقاء. لكن السؤال اللي احنا دائما نحط علامات تعجب وعلامات استفهام، يعني في الموسم الماضي الاتحاد الكويتي وضع قانون أو قرار بأن يحق لكل فريق بأن يتم استعانة من حكم أجنبي أو حكم خليجي ويتكفل بميزانيته هذا الطاقم لإدارة هذا اللقاء. لكن اليوم من دار هذا اللقاء القادسية والنصر حكم خليجي، وهو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. ومثل ما قلنا عبد الرحمن الجاسم له الحشيمة والكرامة وأخو وبين ديرته وإخوانه وهله. لكن المشكلة
ان لا القادسيه طلب حكم خليجي ولا النصر طلب حكم خليجي. وهذه رسالتنا للجنه لجنه الحكام في الاتحاد الكويتي، علامه استفهام وعلامه تعجب. الان اذا انت وضعت حكم بدون رغبه او طلب من نادي القادسيه او طلب من نادي النصر، انت فتحت باب الان يحق للجهره، يحق للفحيل، يحق للكويت انه يطالبك بوضع حكم خليجي وانت تتكفل بالتكاليف. فعلى النقطه هذه يعني وليد اذا عندك رد. والله انا هو ما انا ما عندي رد الموضوع، ولكن احنا ما ادري شنو الحكمه من الامر اللي صار. مثل ما تفضلت لو احد الطرفين طالب يعني حكام، مصادرنا تقول لا نادي القادسيه طلب لا انا ولا أنا نادي النصر طلب. اتفق وياك، ولكن يمكن انا ما ادري شنو الظروف في لجنه المسابقات. هل هم في حكام ما اجتازوا الاختبارات؟ احنا ما ندري شنو الوضع اللي صاير عند لجنه الحكام، ولكن كان يفترض ان احد من المنسقين الاعلاميين في الاتحاد يطلع يوضح هذا الامر، شوف بحيث انه ما يكون لبس يصير لبس بعدين عند بقيه الفرق. أنا ودي بلجنه الحكام في الاتحاد الكويتي اذا احد يسمعنا يا ليت احد يتصل وينورنا شو اللي قاعد يصير بالضبط. ابو خالد يعني بعد نجاح ابو ثامر، بعد نجاح يعني الدوره اللي عملها الاتحاد للحكام 30 حكم، دخول حكام شباب يعني ونجاح باشاده من لجنه الحكام والاتحاد، طيب والان وين فرصتهم؟ شوف انا شو اللي قاعد يصير؟ انا يمكن بحثت عن هذا الموضوع. أيه؟ لان حتى لعبه باتر العربي والسالميه راح يقودها الحكم العماني. شوف حكم ساحه فقط، حكم ساحه لا، انا اللي سمعته انه يكون طاقم عماني موجود. بس الحكم الساحه هو موجود، ما ادري عاد اكتمل الطاقم التحكيم العماني او لا، او يعني يبقى الحكم الساحه الموجود العماني. لكن انا تبي من وجهه نظري انا اشيد في هذه الخطوه اللي جت الحكام اليوم. اليوم شفنا الضغط اللي صار على الحكام في العام الماضي او من الموسم الماضي من ضغط مباريات، وبالتالي حتى حملوا الانديه تكاليف جلب الحكام. كلامك لا عشان نكون واقعي، اليوم نبي نخفف الضغط والحمل لجنه الحكام. لجنه الحكام استعدت ب 30 حكم اعتقد بالضبط. الان جاهزيتها كامله عكس ما كانت عليه الموسم الماضي بالضبط. الان انضمام عدد كبير من 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 الحكام. شوف. يعني جاهزيه الحكام لانطلاقه الموسم عليها 10 على 10. انا اقول شو اللي صاير، انا اقول لك لسبب الضغوطات اللي مورست العام على الحكام والاخطاء المتكرره ولا يعني في حالات كانت تؤثر على نتيجه المباراه. هذا باعتقادك انت، باعتقادك انت ولا عندك معلومه؟ المعلومه ان هذا اللجنه يعني قالت نستعين في حكام في كل جوله مباراه شوي حساسه نشيل الضغط على الحكم المحلي، وانه يقودها حكم خليجي قد يكون اجنبي فيما بعد عشان نشيل الحرج. وهذه الخطوة أنا أثني عليهم فيها، يعني هالقرار هذا ممتاز اليوم عشان لا نحمل الدوري طويل بخالد. طيب. لا نحمل الحكم يعني طول الموسم إنه يخطئ في كذا حالة. اليوم حتى تواجد شوف الحكم القطري اللي موجود ترى نجح بإدارة اللقاء بالضبط. أي. نجح، وحتى ترى اللي شاف المباراة كانت شوي مشحونة وكانت قراراته حازمة في انه وصل لبر الامام للمباراه وانتهت المباراه في سلام. يحسب الحكم ويحسب للحكم. لكن اليوم حتى الحكم المحلي اليوم يتعلم من الحكم الخليجي القرارات، بعض القرارات والحالات اللي توصل الحكم قد انه يطلع المباراه في بر الامان. موضوع الحكم ترى من 3 ايام معلنين عنه، يعني طيب. انت تقول مصادر الخاصه لا ليش المصادر صارت لا الاعلان انا ادري على العربي نفس ما قال ابو ثامر، انا ادري على العربي اليوم ماشي. يعني انا لما طبق قانون الموسم الماضي وانه يقول لحق لكل نادي بانه يطلب حكم خليجي او حكم اجنبي والاداره النادي تتكفل بتكاليف جلب هالحكام، طيب شو اللي تغير الان؟ اذا نادي القادسيه ما طلب، نادي النصر ما طلب، ايضا العربي مثل ما تقول انت ما طلب، بس هذه في مراسلات. طيب شو اللي تغير؟ يمكن تصير في مراسلات بالانديه عندهم يعني خبر كله بالتغيير. ابو خالد هذه من وجهه نظري والله العظيم، هذه من وجهه نظري انا الشخصيه ان هذه بادره جيده. طيب. وكنا نحتاجها وكنا نتكلم قبل. طيب. اليوم ليش انا من حقنا نستفسر؟ من حق الشارع الرياضي يستفسر؟ اوكي من حقه يستفسر؟ من حقه. بس انا يمكن النقطه الايجابيه اللي قال عنها ابو ثامر انزين ونشيد باللجنه، بحيث انت لما تجيب طاقم كامل، الان خلينا نقول الموسم الماضي كنت تستقطب حكم واحد ومساعدين محليين، ولكن خلينا نقول الخطوه الايجابيه اللي تحسب للجنه الحكام اليوم انها طاقم كامل يدير او الخمس حكام يديروا المباراه، انت رفعت الحرج على الحكم الكويتي. ولكن ابو خالد الحكم الساحه والحكم مساعد الاول والثاني يكون طاقم، ولكن في هذا اللي انا سمعته انه يكون طاقم تحكيم. في نقطه مهمه ايضا، نحتاج مباريات قويه
احتكاكات قوية بحيث ان نثقف حكامنا ايضا. معنا حكامنا يمكن ما يقلوا مستوى عن حكام الخليجيين، ولكن خلينا نقول بالمستقبل او خلال خلينا نقول خلال المنافسات القادمة، هل دول الخليج راح تستعين بحكامنا؟ انا هذا السؤال. تبادل الخبرات، تبادل الحكام بحيث ان الاحتكاك هذا يبقى دور الاتحاد ابو خالد. بالضبط يبقى دور الاتحاد، لكن طيب تكون في اتفاقية شرط عشان بين عشان, عشان الوقت، عشان الوقت ونشوف ايش اللي يعني من يملك حق الرد هم لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي، واحنا ترى قدمنا علامة استفهام وعلامة تعجب فقط. من يملك الرد انتم، يعني احنا موجودين واتمنى احد من الاخوان في الاتحاد يرد علينا. ابو خالد اضيف نقطة اخيرة. اوكي نروح اضيف نقطة اخيرة بس فضل. انا اعتقد يمكن كان عندنا بالكويت حكام الساعة معدودين على اصابع في ما يقولون، يعني العام يمكن 4 أو 5 حكام هو اداروا موسم كامل، ولكن يمكن لجنة يمكن انا اتوقع ان لجنة الحكام خطت هالخطوة هذه اللي غلت عدد حكام الساحة. والله يعني احتمالات كثيرة، لكن العذر لهم، وبالنهاية احنا محتاجين الى 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 تفسير. نروح لاحتفالية حلوة جميلة في طبعا في اخواننا في العاصمة الدوحة الشقيقة، وتحديدا في نادي المرخية القطري اللي حيث يلعب فيه طبعا محترفين الكويتيين فيصل عجب وفهد العنزي. البادرة الجميلة اللي اقيمت طبعا احتفالية من قبل مجلس إدارة نادي المرخية القطري باحتفال بعيد ميلاد لاعبنا فهد العنزي. نشوف هاللقطات ورد نكمل معاكم. اي هذه مثل ما شايفينها الآن، هذه اللقطات الجميلة في الاحتفالية والألفة الجميلة بين اللاعبين والبادرة الجميلة اللي قامتها طبعا مجلس إدارة نادي المرخية القطري بالاحتفال. ومعانا طبعا يسعدنا في برنامج 18 ان يكون معانا هذا الاتصال مع نائب مجلس اداره نادي المرخيه اخونا العزيز جميل عبد الله. جميل عبيد ابو عبد الله حياك الله، ساعة مبارك. الله يمسيكم بالخير والسعاده والنور وقناتكم الكريمه اخوي. يا هلا فيك، ساعة مبارك. يعني يا ليت تكلمنا عن هالمبادره الجميله. يعني طبعا تدري ما شاء الله كان اخواننا فيصل عجب وفهد العنزي، يعني بالعكس الفريق في معسكر في صلاله، ويعني صادف اليوم انه يكون عيد ميلاد لاعب كبير فهد العنزي، وبالعكس الجماعه هناك بعد ما قصروا في المعسكر وقاموا بالمبادره وسووا له كمفاجاه. كان بعد هو والله تفاجئ في الحركه اللي سووها. هو لاعب كبير ويستاهل كل خير، وبالعكس بين اخوانه وبين هله، وهب يعني الواحد خاصه لعيبه الخليج هذا. نعم. اللي احنا دائما نقول ما بينهم الا الفه ومحبه واخوه. يعني انتم طيبين وعيالنا يستاهلون، لكن انا بروح ابو عبد الله بروح لجزئيه كفاءه اللاعب الكويتي الان، يعني بوجود قيمه مثل مهاجم هداف مثل فيصل عجب ولاعب كبير مثل فهد العنزي يتمتع بتاريخ كبير وخبره كبيره. اي نعم ما شاء الله. يعني شوف احنا لعبنا خاصه في قطر ولعبنا في صلاله مباريات وديه، بالعكس ما شاء الله كان فيصل عجب ما شاء الله كان مميز من الفريق وسجل اهداف، وبالعكس قبل الفريق احنا هذا اللي نقوله، يعني اللعيبه الخليجيين خاصه اللعيبه الكويتيين والعمانيين ودول الخليج يعني تحصل فيه لعيبه، وهذا اللي احنا نقوله بدال الواحد ما يجيب لعيبه من برا. بالعكس ما شاء الله الاحتراف يكون بيننا بين دول مجلس التعاون يكون افضل واحسن وتعطي فرص. يعني بالعكس انا اشكر الاتحاد الكويتي على المبادره الطيبه، ولها بغريبه عليهم انهم فرقوا اللعيبه المحترفين في دول الخليج. يعني انا صراحه اشيد واشكر الاتحاد على هالبادرة الطيبة ولها بقريبة عليكم. يعني نعم، وهذه بادرة طبعا من هيئة الرياضة بإتاحة الفرصة لشبابنا ولاعبينا أن يحترفون ويعطونهم تفرغ كامل. الآن بالعكس يعني وجود فيصل عجب فهد العنزي ضمن صفوف نادي المرخية القطري يعطي بادرة أكبر لجلب لاعبين كويتيين أيضا ضمن الأندية القطرية. نعم بالعكس صحيح، وما شاء الله كان ترى حتى التعاون في شتى المجال. يعني الحين احنا عندنا في قطر ما شاء الله نادي الكويت الكويتي موجودين حتى مع عسكر فئات سنيه موجودين تحت استضافه نادي المرخيه. احنا نقول يعني بشتى الامور تقدرون يعني نقدر نستفيد من هالامور كدول الخليج من بعض خاصه ما شاء الله علاقتنا المتينه مع اخواننا في الكويت
يعني تربطنا علاقه كبيره خاصه مع نادي الكويت الكويتي اللي عادنا فهد العنزي، وان شاء الله يكون لنا لقاء قريب ان شاء الله نزور نادي الكويت الكويتي، ولنا شرف ان شاء الله يكون بيننا وبينهم تعاون باذن الله باذن الله. ابو عبد الله انت شكلك تحب الحلو والحلا، في حد ما يحب شلون ما كيكه الزعفران شلونها؟ كيكه الزعفران شلونها؟ يا سلام انا صرتي كل نفسي احب يعني خاصه العيد. ترى 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 هالسر قال لي يا اخوي ابو احمد طارق الكندري. ونعم ونعم ما شاء الله ما شاء الله، يعني الجماعه وصوك بالعكس الحلا زين، والواحد ابدا يعني تدري. لا كان اقتراحك يا ابو عبد الله كان اقتراح مميز منك باختيارنا الكيكه. تتذكر اخوي خاصه الكيكه الزعفران هذه بلاها عجيبه كانت عجيبه. الله يرحمه لنا الشرف ان شاء الله، وبالعكس اخوان حبيب رايتكم بيضه يا ابو عبد الله ما قصرتوا والله، استقبال وحفاوه طيبين طيبين الله يحفظكم. علمكم غانم يا ابو عبد الله وما قصرتوا على البادره الجميله هذه للاحتفال طبعا بولدنا فهد العنزي اللي موجود في صفوف نادي المرخيه، وايضا فيصل عجب وبيض الله وجيهكم ما قصرتوا. كل الشكر طبعا لاخونا جميل عبيد نائب رئيس نادي المرخيه القطري، ابو عبد الله مشكور جزيلا على هالاتصال وهالمداخله الجميله، شكرا جزيلا. أي. نشوف الميني باتش الماتش الخاص بمباراه كاظمه والتضامن اللي انتهت بفوز كاظمه بهدف دون رد، نشوف معكم. حياكم الله من جديد، شفتوا مباراة كاظمة وتضامن اللي فاز فيها كاظمة بهدف دون رد، كاظمة لم يقدم نفسه بالصورة المطلوبة، يعني حقق المطلوب الفوز وثلاث نقاط لكن بعيد كليا عن المستوى المتوقع لنادي كاظمة بما يتمتع طبعا بالاستقرار الفني وبعض وجود الكفاءة من اللاعبين والمحترفين. ارحب بزميلنا العزيز محلل 18 ابو رضوان الساعة المباركة. الله يبارك فيكم حياك الله، ونحيي منهم في داخل 18 وخاصه ابو احمد المزوم شفناه الله يسلمك طبعا متصدر فيك. الدرجه الاولى ما يحتاج يستاهل وليد نصار حياك الله يا ابو رضوان متعودين عليهم سالم بارك ونتاسف من منهم خلف الشاشه وانا على التأخير وأنا والناس ناطر رضانيات ناطرين الرضانيات بس طال عمرك انا على اساس انها 11 ونص اي بعد ما تخلص المباراه الواحد ياخذ يشوف يعني شوف الواتساب يدزولك بالواتساب اسمع الواتساب انا ما اتعامل مع الواتساب ايه؟ الواتساب هذه وسائل التواصل هذه ملينا منها نروح نشوف على كاظمة مثل ما ذكرنا ابدا معك كابتن وليد يعني كاظمة لم يظهر بالصوره المطلوبه يعني رغم انه حقق اللي هو يبي يعني هجمه واحده كرات ثابته لغايه الان يجيد الكرات الثابته التنوع ما شفناه المستوى الفني ما شفناه لكن حقق المطلوب فوز وثلاث نقاط طبعا هو دائما هذا هو المطلوب في بدايه المسابقات انه هو جمع النقاط انا اعتقد انه اليوم نقول البحث على المستوى ما صار مطلوب بالوقت الحالي ثم هو البحث على النقاط خلينا نقول لتصدر القسم من بدايته فانا اعتقد يمكن كاظم يمكن كان في معسكر خارجي كاظم يمكن لحد الان يمكن ما ظهر بمستوى المعهود واستقطاب اللاعبين كإضافة قوة للفريق ما ظهرت التجانس مع اللاعبين لحد الآن أنا أعتقد باعتقادي بهذا الأمر بس طيب أبو أحمد محترفين نادي كاظمة يعني كيف تشوف مستواهم محترفين نادي كاظمة أنا اليوم طبعا ما شفت المباراة أمانة
بس انا اعرف المهاجم اللي من قبل مميز، المدافع مميز، اللي بالوسط نفس الشيء هم مميز، بس ما ادري سمعت ان عندهم واحد في النص يمكن ما ادري لعب ولا ما لعب اليوم، بس ترى مجرد انه فاز يعني كبدايه الدوري وصل الى 6 نقاط شيء ممتاز يعني. يعني على ما خلينا نقول مراحل الدوري تقدم، اللياقه تكتمل، الجو يعني في عوامل كثيره، عوامل وايد يعني. ايوه مع الوقت كل شيء، بس الهدف انه وصل، نفس ما قال لك انه متصدر الدوري الحين يعني بالنهايه. برضان جاهز ولا جاهز؟ اي يعني كاظمه رغم استقرار الفني نعم. عدد كبير من الأسماء موجود، مفتاح اللعب كالعادة بشاري العازمي نعم. والآن التطور اللي قاعد نشوفه على كاظمة استغلال الكرات الثابتة بالجهرة، والآن أمام التضامن، لكن يفقد الحلول يعني رغم أنه يملك أدوات، وهذه مشكلته. اليوم المنشيت اللي يقول كاظمة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق البطولة، لا كاظمة يسير بخطى وثبات نحو تحقيق البطولة فهو لا محالة آت. الحين هو في مرحلة تجميع النقاط. طيب. مو شرط الأداء، الأداء أدى مع الجهرة، اليوم صراحة ما أدى بس فاز وبنفس السيناريو. كرة ثابتة بالهيد جول وكرة ثابتة وأول الدقائق، وثم عنده مشكلة. مشكلة الفوز ب1-0 هذه كان ممكن الجهرة في آخر الدقائق يجيب جول. صحيح. اليوم قصدي التضامن بخطأ من حسين كنكوني اللي طلع للكرة وحاشا بيدا خارج خط 18، فكان ممكن يفقد نقطتين بكل سهولة. المفروض يعزز تقدمه بهدف ثاني أو هدف ثالث، وهذه إذا ما عالجها كاظمة أعتقد أنه يعني في على المدى البعيد يعني ما راح يعني يحقق الهدف اللي مرجو منه. أنا محمد إنه مش نفس الجزئية، التضامن الآن هذه الخسارة الثانية. نعم خسر أمام الكويت بخمسة أهداف، لكن قدر يهدد مرمى نادي الكويت طوال 90 دقيقة. الآن مع كاظمة بنفس العملية رغم الخسارة، إلا أن شكل التضامن يعني بعيد عن الأمور الفنية نقول يعني مثلا، لكن هدد مرمى كاظمة، وصل مرمى كاظمة. شنو مشكلة التضامن؟ يعني أنا أعتقد أن التضامن في بداية المباراة الأولى ويا الكويت الجدول ما خدمه. التضامن نفس العام متى بلش مستوى يصعد؟ بلش مستوى يصعد بالمباريات الأخيرة من الدوري، بلش المستوى يصعد. اليوم شفنا التضامن أنه مستوى أفضل من مستوى المباراة الأولى، شفنا فيه تنظيم دفاعي. أعتقد أنا اليوم كاظمة عطى فرصة حق التضامن أنه هو يهاجم عليه وأنه هو ينظم نفسه، لأن كاظمة اليوم ما كان ناجح في خط الوسط. أنا شفت اليوم مباراة كاظم ما كان ناجح في خط الوسط، فقط اللي هو مشاري العازمي هو اللي يتحرك وهو كان مفتاح اللعب نادي كاظم. لأن اليوم التضامن زين، لأن كاظم اليوم في خط الوسط مو زين. كاظم اليوم التضامن اليوم استغل خط وسط كاظم، رتب خطوط الوسط، كان في استحواذ منهم في بعض أوقات المباراة، كان يوصل ولكن ما في خطورة، بس كان يوصل بس ما في فعالية، ما في فعالية. أنا بس أنا أعتقد أن المباريات الجاية بعد ما أنه يتعدل الجو يأثر على مستوى اللاعب، على ما يتعدل الجو، على ما ترتفع اللياقة، أعتقد أن التضامن راح يرتفع مستوى الفترة الجاية. اليوم الجو ترى درجة الحرارة صحيح 48 مع رطوبة، يعني إحنا قاعدين اليوم على المدرج والله ما نتنفس. صحيح. فشون على اللاعبين خصوصا تجانس المحترفين نفس ما قال النصار، يبي له وقت مع وتيرة المباريات يرتفع المستوى. هذا بخصوص مباراة كاظمة والتضامن، نقول مبروك لكاظمة وهارد لك للتضامن. نروح المباراة الثانية، القادسية والنصر اللي فاز طبعا القادسية بثلاثية نظيفة، الميني ماتش الخاص بهالمباراة نشوفه ونرجع نكمل معكم.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. إذا القادسية يفوز على النصر بكرة نظيفة، مبروك القادسية، هارد لك للنصر. لكن جمهور القادسية يعني أبدأ انزعاجه خاصة في مجريات الشوط الأول، القادسية لم يكن مقنع، النصر كان أكثر تنظيم، لكن كمستوى الشوط الثاني نوعا ما تحول القادسية إلى مستوى جيد، لكن لم يطمح أو يوصل إلى طموح جماهير نادي القادسية. صالح أبو ثامر، يعني اليوم القادسية غير مقنع رغم فوزه. أول شيء مبارك للأخوان في نادي القادسية ونادي النصر، نقول لهم هارد لك. يمكن القادسية احنا انتهت مباراتنا ولحقت اني اشوف المباراة من بدايتها. القادسية ما كان الأفضلية في الشوط الأول، بالإضافة للنصر، النصر أفضل بالشوط الأول، لكن أنا أقول لك ليش تغيرت المباراة في مصالح القادسية. هو هدف مساعد ندى في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أربكت حسابات ظاهر العدواني واللاعبين. لكن أنا اللي تفاجأت، ما هو هذا النصر في الشوط الثاني اللي قدمه الشوط الأول؟ تنظيم منظم النصر في الشوط الأول، وكان يمكن في كذا فرصة كان لأقرب إنه للتسجيل في الشوط الأول، لكن الهدف مساعد أربك حسابات النصر، وكأن الفريق أيس إنه بعد هدف القادسية، إنما كانت يعني حتى النزعة الهجومية كانت ضعيفة. يمكن نشوف حلول فردية من المحترفين النصر في المقدمة، لكن بشكل عام أنا أعتقد أن القادسية أخذ الأهم. الشوط الثاني كان الأفضل القادسية في استحواذه، في تسجيل الأهداف، شفنا تميز بدر المطوع، شفنا حتى بالخط الدفاع تميز مساعد ندى، بالإضافة إلى الجول بصراحة أنا اللي أسميه جول عالمي بصراحة، اللي هو أحمد الضفيري سجل من أروع الأهداف اللي شفناها في هذه الجولة. طيب وليد، يعني يبدو أن سيد مريم مدرب نادي القادسية يعني يسمع إلى الضغوطات اللي قاعد تطرح من قبل الجماهير القدساوية. يعني كان يصر أن صالح الشيخ يلعب أساسي وعبد الله ماوي احتياط، الآن تحولت وانعكست للآية. لا شوف، أنا ما أعتقد أن سيد مريم يخضع لهالأمور ومطالبات الجماهير. طبعا هي مطلب الجمهور، قال لك لا رأيي الشخصي، ولكن خلينا نتكلم عن سيد مارين في خبره سابقه بالدوري الكويتي وايضا مع نادي الكويت، حقق كاسين اسيويه، لا يرضخ للضغوطات، ولكن يعني يعمل ما هو مقتنع فيه. خلينا نتكلم ان كل مباراه لها لاعبينها، كل مباراه لها تشكيلتها، كل مباراه لها وضعيه لاعب. احيانا المدرب يقرا الفروقات الفرديه عند اللاعبين. المباراه ماذا تحتاج؟ تحتاج لاعب منظم للعب، تحتاج لاعب مراوغ صانع لعب. مثل خلينا نقول مباراه اليوم، خلينا نقول مباراه مفتوحه، قاعد نشوف مباراه النصر والقادسيه مباراه مفتوحه احنا شفناها، ولكن السيد مارين من خلال قراءته انا اعتقد يمكن فضل وجود عبد الله ماوي في بدايه المباراه يختلف عن المباراه السابقه. يمكن يحتاج لمن ماوي الاختراقات، الخفه في وسط الملعب، ايضا المسانده الدفاعيه والهجوميه من ماوي. فكل مباراه لها حساباتها. جهد المباراه اللي طافت على الشيخ بعد تفرق قد يكون الجهد، ولكن انا اتكلم لا، لكل مباراه لها لاعبين. طيب ابو احمد، يعني بدر المطوع وقيمه بدر المطوع، يعني تفضل انه يلعب اساسي ام يلعب كورقه رابحه في الشوط الثاني؟ والله هو ما يختلف الكلام، نفس ما قال ترى ابو نصار، كل مباراه لها ظروفها، وكل وبدر مطوع قيمته سواء كان موجود، وشفناه حتى في مباراه الزمالك. صحيح. يعني يوم نزل يعني عمل الفارق بشكل كبير. صحيح. فهذا بالنهايه تظل خيارات مدرب، ويمكن يعني بدر بدايه الموسم خلينا نقول يمكن ما كان جاهز ذيك الجهوزيه يوم لعب بديل في الزمالك، يمكن الحين خلاص هذا يعتبر استقرار للمدرب انه يشوف بدر موجود. طبعا انتقال الانصاري هم في عمل ربكه؟ لا ما نقول عمل ربكه، الافكار راح تتغير عند المدرب، يعني في افكار معينه بباله يمكن يبي يسويها. عنده اسماء مثل رضا هاني، مثل محمد خليل، عنده اسماء تشيل، عبد الله ماوي تشيل. نعم عنده. بس انت سالتني على جزئيه، انا اهم شيء وجود بدر المطوع. قاعد اقول لك بدر المطوع وهو قيمه بالنهايه، ما يختلف عليه من افضل اللاعبين في الكويت، بس انه يلعب اساسي ما يلعب اساسي هذا خيار مدرب. وانا اتوقع ان في الايام القادمه بدر راح يكون من ضمن التشكيله الاساسيه حسب ما قاعد اشوف. يمكن دخل بالفورمه بدر، يعني السنه اللي طافت يمكن اخر الموسم ما لعب فتره طويله، يمكن لظروف اصابه وظروف العمل. الحين بدر يعني هو بدر اللي رجعنا نعرفه. يعني صحيح برضان، يعني النصر خسر 3-0، يعني خساره ثقيله على 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 ظاهر العدواني، لكن مجملا ظاهر شنو يعني كمدرب وطني دخوله هالمباراه
ماذا كان يريد من هالمباراة؟ والله شوف النصر يعني جار القادسية في الشوط الأول، والقادسية كان أنا شو أحكم القادسية في الشوط الأول إنه كان متأثر بحالة الإحباط اللي حاشتها من مباراته مع العربي، كانت مسيطرة على 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 اللاعبين. بالإضافة إلى شيء ملاحظ، سوء أرضية الملعب، طول العشب ثين ومو متساوية، يعني شفت تمريرات يعني تسببت هي خاطئة تسببت فيها الأرضية وطول العشب. النصر طبعا مع الفيحيل ترى ليه دقيقة 70 ما كان ما عنده شيء النصر، كان صحيح انخفضت لياقة لاعب الفيحيل، وبعدين هو حقق المطلوب و 3-0 والهدفين جو في الآخر يعني. بس ترى على فكرة يعني في تصريح لأخونا العزيز ظاهر العدواني مباراة الفيحيل، يقول أنا تعمدت أني أستنزف طاقة والحالة البدنية لاعبين الفيحيل وبعدين أبدأ أنا أطبق اللي أنا أبيه وحقق هدف. كلام ما أخوذ خيره، الفيحيل كان ممكن يسجل هدفين إلى 3، تعال عاد انت امتصم بالشوط الثاني، اذا سجل عليك 3 ولا 2 خنتات المباراة. هو ما كان يجاري نادي الفيحيل، ما كان يعني ترى ابو رضان يعني ساعات قراءة الامور الفنية للمدربين، يعني مثل ظاهر عنده الخبرة اللي يعرف انه يقرا وعرف شنو المعطيات المباراة اللي قدامه. لا بس هذا يعني التبرير اللي قاعد يقوله مو منطقي، افرض الفيحيل سجل هدفين وكان ممكن يسجل. زين انا بسألك سؤال، هو مو أدرى بفريقه وأدرى بخصمه ومنافسه، فلذلك هو يلعب على كل مدرب له شخصيته وله فكرة، ليش نغلل إحنا من التفكير؟ أنا ما أقلل، قاعد أقول لك هو تبريره خاطئ. أنت تقول والله أنا استدرج في حيل كان المفروض يقول جولين 3 خلاص انتهت المباراة، شلون تبي ترد أنت في الشوط الثاني للدقيقة 70 كان في حيل مسيطر على المباراة. زين هو بهالحالة مو أدرى منك في العملية هذا؟ منو؟ هو؟ إحنا والله لنا اللي نشوف، إحنا ما أدرى عنه، هذا تبرير من عنده. أي. يمكن يبي يقنع ناس معينين في الأمر هذا. أما والله تقول لي أني أنا بستدرج جاد الفيحيل لو متوافق بقول قولين انتهت المباراة. طيب اليوم أمام القادسية اليوم يعني تنظيم الدفاع في الشوط الأول كان جيد جدا، لكن بناء الهجمة عنده وسرعة بناء الهجمة عنده كان بطيء جدا. لا لم يقدم شيء، لأن القادسية ما كانت ذيك الخطورة. القادسية أنا قلت لك كان يعاني من حالة إحباط. جينا للشوط الثاني القادسية استنهض، وأنا أقول لك إحنا نتكلم على الحكم الخليجي والحكم الحكم الخليجي اليوم سيء، هو يعني تدخل في نتيجة المباراة بشكل مباشر. شلون يعني شنو القرارات اللي غير سيناريو المباراة؟ أول شيء شنو القرارات غير القرارات مساعد ردة يعني تساهل معاه لدرجة فظيعة. مساعد ردة في الدقيقة 15 تدخل بقى علي عتيج وعطاه انذار، في الدقيقة 35 تدخل وضرب زبن عامدا متعمدا وتحايل على الحكم بأنه مصاب وقام وراحت الحكم، هذه فيها طرد المفروض كرت ثاني وطرد، والدقيقة 15 أعطاه انذار، والدقيقة 40 أيضا تدخل على زبن، دقيقة 40 قطع الكرة ما تدخل على تدخل على زبن وانحسبت فاول. لا لا ما تدخل إذا زبن تدخلت على اللقطات موجودة يعني ما أدري على اللقطات موجودة الكرة قبل 35 ضرب متعمد لزبن داس اللاعب ترى داس 35 ضرب متعمد لزبن أشكره ولم يحمل شيء. جاء الشوط الثاني رفعه من مساعد اللي كان المفروض خارج الملعب وجد هدف ركلة الجزاء. حتى شوف الهدف اللي جابه الضفيري من أجمل أهدافه، وهو نجم المباراة الضفيري مزج صراحة الهدف هذا. شوف لما رفعت الكرة سوى لاعب القادسية ركب على أكتاف لاعب النصر والحكم لا قرار ردت وحطها. هاي ما كله أنت تحكم برياضة. أنا أقول لك الصيغة اللقطات تشهد، أنا ما عندي اللقطات هذه اللقطات هذه راح نجهز لك والبلنتي لا يمت لصلة كرة القدم صلاة. الكرة لا المدافع بدر مطوع واصطدم في بدر مطوع وبذكاء بدر مطوع يا ابو رضوان عين خير يا ابو رضوان اسمع يا حنا نقول كثير. لا طبعا بدر طبعا ضربة الجزاء صحيح ما انت معقول صحيحة انت انا اشرح لك قدم هذا كواكو ثابتة بدر اصطدم ابو رضوان اذا انت تقول هدف القادسية على العربي فاول على رونالد اي رونالد ما ادري ولا احتكاك ما في اي احتكاك
ما كان في اي التحامات، منع اللاعب من الوصول للكره، الكره كانت بعيده، اذا في تلاحم اذا في التحام بين اللاعبين خلنا في اليوم اترك اليوم لا تخلط الاوراق انت زاهبه اتصالات. ناخذ اتصالات مع متابعينا مشاهدينا. رحب بالخالدي يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي اسئله وانتقاد حق صالح الجفاوي. تفضل صالح. يا اخوي صالح، شنو سبب التدهور المستوى في الشوط الاول اللي لا يليق باسم وسمعة نادي الجاهل؟ اثنين هذه مش تعادل، حطوها ببالكم، هذه خسارة. الثالثة ثابتة قدام القادسية، ما يرضينا إلا فوز، وبين غوصين أداء. طيب وعندي سؤال بس. سعد وليد وينه؟ سعد وليد راح يجاوب بس ان شاء الله. لما تتكلم عن مباراه الجهره والفحيل راح نطرق للنقاط هذه اللي ذكرتها اخوي يوسف. فهد العجمي، مساء الخير. هلا ابو خالد، شلونك؟ يا هلا مرحبا. اسالك الخير. مساء الخير يا هلا مرحبا عزيز. حياك الله يا فهد. عيد الرضوان. تفضل. غاسية فاز بكاس السوبر، ما عاجبك؟ الكويت كان افضل. عطى فرصه عشان وقته. تفضل فهد. تفضل يا فهد. انا لي دقيقه، خلنا نكملها بعدين لك الهواء. عزيزي فهد تفضل. فاز بكاس السوبر، ما عجبك اداء الغاسية؟ الغاسية تعادل مع الزمالك بارض الزمالك، ما عجبك الغاسية؟ امس مباراه الغاسية مو طرف فيها، قاعد تتكلم عن الغاسية اول تمس والغاسية. عيد الرضوان، هل الغاسية امس مو موجود؟ امس وين تكلمت انا يا فهد؟ وأول كمس معادلك القاسية. أي موضوع مباراة القاسية وطرفيها؟ ما يصير يا عايد تغلل من مباراة القاسية. أنا قلل من يقلل من جمهور القاسية يا فهد؟ من يقلل من فوز القاسية؟ خلي يخلص. خلي خلص. اليوم القاسية فاز بأداء بلعب ونسيجة. لا ماشي. أنت الحين شككت انه مو بلنتي. مو بلنتي نعم. ماشي ابو رضوان، عطى فرصه خليني اقول كلام وراح ارد عليك. ما يصير ياخذ وقتي يا خالد، ما يصير ياخذ وقتي. لا ما ياخذ وقتي. اقول اللي عندي. 10 ثواني زياده. قول دقيقة. بس انت الحين صل على النبي وهدي وقول نقطتك عسى الراحه. انا بقول حق عايد الرضوان. يا عايد الرضوان، انت محلل بالبرنامج، تبي تنتقد انت، احنا ننتقد معك اذا الغاسية سيء، بس الغاسية اذا فوز يقدم مستوى المفروض انك تشيد له مره واحده. انت بجميع فوز مباريات الغاسية ولا مره شفت بالغاسية؟ واضحه نقطتك يا حبيبي. بين الغاسية شيء، هذا شيء ثاني. اتبك واصل. ابهديك المانشيت على الطاير. القادسية يضرب بيد من حديد، والظفيري احمد يتالق من جديد. القادسية ما هو انا اشكك في فوزه ولا شيء، القادسية لا لعب نمدحه ولا هذا، بين لك الاخطاء وراح اشرح لك الحالات التحكيميه تشوف انت تقتنع فيها اذا انت رياضي. نروح منه معانا يوسف محمد المطيري. حياك الله يا اخوي محمد. الله يحييك، طال عمرك، مساك الله بالخير، طال عمرك. يا هلا مرحبا. حياك الله. مسي على ضيوفك الكرام كلهم محترفين. يا هلا مرحبا. هلا فيك طال عمرك. انا عندي سؤال، ما دام موجودين ضيوفك موجودين، الاحظ انا بدايه الدوري من الحين ما في مهاجمين يسجلون اهداف، كل الاهداف تجي من النص ولا كره فاول ولا صح ولا لا. نبي مهاجمين نفس قبل جاسم يعقوب، عايد الرضوان عندك. نبي من ضيوف وليد نصار ولا تنسى. يعني الانديه ما عاد تطلع مهاجمين. انت تبي مهاجمين محترفين قصدك ولا محليين؟ نبي محترفين محليين، كل واحد ما شفنا والله باللعب هذا، كل المباريات ما فيه. كل الاهداف تجي من النص ولا عرضيه ولا فاول. ماشي يا محمد. النقطة هذه. نعم. بس ابشر راح نتكلم عنها يا محمد. مشكور يا محمد. مشكورين وما قصرتم، يعطيكم العافية. ساعة مباركة يا اخوي، مشكور وما قصرت. منو معانا بعد؟ خالد مطيري، حياك الله يا اخوي.
يعطيكم العافيه. يا هلا مرحبا. مساكم الله بالخير. خيرات والرضا. حبيب قلبي انا انتوا الله يهيم ربعنا بس يكلمون عايد الرباني ياذونه، خلوا عايد على كيفه يشخط بالعالم كله كيفه. لا لا ما يشخط. خلوا عراه. لا 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 ما حشومين. هو بالعكس هو لما يقول شيء هو قناعات، وانتوا يعني خلوا الرجال ما في مشكله. بس انا بقول كلمتين، القادسيه طول عمر يعني في فوضى. القادسيه عنده لاعب الوسط انا اعتقد انه ما يخدم السيستم في القادسيه اللي هو العنزي هذا. سلطان. سلطان هذا ثقيل شوية، ما هو يتحس هو شيء ونادي القادسية شيء ثاني. هو لاعب زين احنا ما ندمه، بس نقول البرمجة مالته يا اخي مو قادسية. هذا تحسه لاعب ثقيل يصلح مثلا كاظمة يمشي معاهم، يمشي مع فرق كذي سالمية ممكن. قادسية ما يبي نفس اللاعب هذا، شوي ثقيل من ناحية ما هو حركات برازيلية نفس اللعب القادسية. سيستم بطيء. جبنا موضوع المدرب لأن فوضى ما احنا حاسين في رسم في اللعب. شكرا يا خالد. يبقى العملية قناعات يعني، وانت هذه قناعتك يعني وهذا رأيك، لكن ماكو مدرب مر على نادي القادسية ما اتفق على سلطان انه يلعب اساسي يعني. حطها ببالك، حتى المدربين المنتخب كان يختارون سلطان العنزي ك لا يعني تتكلم. ترى نقطة يعني جوهرية صراحة اللي هي سلطان، ان سلطان سيستمه بطيء، فالقادسية متعود انه يسرع اللعب، فيعني المفروض يعالجون. خلينا نتذكر قبل فواز بخيت لاعب كان. لا لا ليش فواز بخيت؟ ليش فواز بخيت؟ كان مهضوم اعلاميا، هو دوره مهم، هو دوره زين. ليش روح بعيد؟ يعني هو يقول سلطان على انه سيستمه بطيء، في ابطا من فهد الانصاري؟ لا مش مو ممكن. انت كمدرب اصلا تحتاج مرات تبطئ اللعب، مرات تسرع اللعب. ممكن المدرب يحط لاعب في وسط الملعب رتمه بطيء واليمه رتمه سريع نفس الظفيري. طيب الظفيري وهذا لا ادوار، وهذا لا ادوار، هذا ادوار دفاعيه، هذا طيب هجوميه. طيب احنا اليوم ما شفنا سلطان دش البوكس الثلث الهجومي وايد اليوم، احنا شفنا الظفيري اكثر كان يهاجم، النماوي كان هذا دوره الظفيري محور. اليوم من كثر ما هو كان يتابع الكره الثانيه اليوم سجل طيب هدف. طيب انا وليد انا بسلك يعني كونك انت مدرب، انا بسال امور تكتيكيه شوي. نعم. القادسيه نجح مرين امام الزمالك، امام الكويت بلعبه 4-4-1-1، لكن من غير هالتكنيك هذا ولعب 4-3-3 بينت عنده في مشاكل. تمام. القادسيه صار اكثر من 10 سنوات يلعب بطريقه 4-3-3، ما عنده مشاكل. يمكن عنده مشكله بنوعيه اللاعبين اللي ما يجيدون هذه الطريقه. نعم. ولكن ارجع انت قبل موسمين، وارجع من الموسمين اللي قبل الموسمين الى 7 أو 8 مواسم الى الخلف، هاي طريقه القادسيه بداها بنواف محمد ابراهيم مساء عليه بالخير بطريقه 4-3-3 وطبقها ونجح فيها، وايضا القادسيه حقق بطولات عن طريق هذه الطريقه. لكن اختلاف الطريقه الى طريقه 4-4-1-1 قد طيب قد تكون جديده على القادسيه. طيب لكن طيب القادسيه جزئيه سلطان، جزئيه سلطان تعطيته مقارنه ما بين سلطان بين فهد الانصاري. فهد الانصاري عنده نزعه هجوميه وعنده نزعه دفاعيه، ولكن سلطان العنزي يجيد بس العامل الدفاعي كمدافع خامس. احنا نتكلم في وسط الملعب مع طيب الاربع مدافعين، فهو النص المتاخر يعتبر هو سلطان العنزي. هو عنده الربط ما بين المدافعين واللاعبين، خلينا نقول خط الوسط المتقدم كان هو خلف هذا الخط. سلطان ما يجيد اللعب الهجومي من نوعيه فهد الانصاري، ولكن يجيد الربط والتغطية على الأقل بين الدفاع عشان لا يكشف العمق الدفاعي. ينفع القادسية ولا ما ينفع القادسية؟ بالعكس على الكلام اللي يقوله أخونا المتصل خالد. احنا خلينا نتكلم عن سلطان ما قبل الاحتراف شنو كان وضعه في نادي القادسية. كان لاعب مؤثر في وسط الملعب. سلطان ما نقلل من شأن سلطان، ولكن الأخ المتصل قاعد يتكلم عن البطء اللي يتمتع فيه سلطان. ولكن ما قال أن اللاعب ما يفيد القادسية، بالعكس لاعب إضافة للقادسية. وقال في فوضى ويحس في فوضى. خلينا نقارن القادسية الموسم الماضي والقادسية الموسم الحالي. يعني خلينا نقول القادسية كان عنده في تسريع انت تقول الافضل الحين افضل ما لا الحين افضل. ليش؟ لانه خلاص صار في اكثر تنظيم في وسط الملعب. الموسم الماضي او خلينا نقول الموسم السابق كان جميع لاعبين خط الوسط يجدون النزعه الهجوميه والارتداد البطيء، لكن اختلف الان التنظيم الدفاعي من خلينا نقول من عمق الوسط وقلبين الدفاع.
أبو أحمد على هالجزية تبي تضيف شيء ولا لا؟ أنا بالنسبة لي للسلطان أتوقع السيستم جديد عليه مو في المكان هذا، يعني خلينا نقول الثلاث مباريات اللي لعبوها السنة كان الأنصاري موجود فيها، فيمكن ما أخذ على الوضع هذا. يعني أنا سلطان أفضله في الجهة اليسار مثلا من لاعبي الوسط، يعني مكمل للهجمة أكثر، وبالإضافة إلى أدوار دفاعية، يعني طريقة استلامه وتسليمه يعني شوية فيها 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 البطء وما فيها دقة، يعني مو مثل ما خلينا نقول يعني يوم كان الأنصاري موجود. فأتوقع مع الوقت يمكن يتأقلم معه. طيب يعني أنت كونك الحين وكيل لاعبين، يعني أنت الآن اللي جلبت اللاعب المحترف السوري حموية للقادسية. نعم. وبنفس المركز. نعم. أي يعني الآن أنت الحين يعني وجود حموية الآن بالكوكبة الأسماء الموجودة راح تخلق مشكلة. مشكلة وحيرة كبيرة يعني. هو اللي يخلق مشكلة ولا النادي اللي يخلق مشكلة؟ النادي اللي يقبل هو طلب مجامل. لا 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 احنا قاعد اقول على مركز اللاعب. لا انا هذا جزئيه. هو انا بغيت ادخل في الموضوع بدامك انت فتحته في موضوع سلطان، يعني يمكن الاخ المتصل يعني تطرق الى جزئيه قد يشوفها فوضى، احنا ما نقول فوضى، يمكن اقول انا مكان جديد لسلطان، يعني اقصد المركز هذا مهام جديدة أو المكان هذا اللي هو موجود يعني والمهام نفسها هو مو متعود عليها. ونفس الشيء عندك محمد خليل وعندك رضا هاني. رضا هاني بالمقارنة خلينا نقول في وجود الأنصاري يعني الإسراء حموية، أنا بوصلك الفكرة، إسراء حموية لما أقصد المدرب انعرض عليه المدرب وهو يشوف في انه قريب من سيستم فهد الانصاري، بالاضافه الى خلينا نقول البنيه الجسمانيه، بالاضافه الى التهديف السرعه الاستلامه والتسليم، يعني هو يشوفه اقرب واحد. وعلى فكره قبل روحت فهد الانصاري، يعني يمكن هذا الموضوع يمكن ما حد يعرفه، كان القادسيه على فكره كان يبحث على لاعب برازيلي وهم وكان هم يعني عن طريق اللي تغير عن طريق اللي هو روحت فهد الانصاري. فالمدرب يعني المدرب كان من قبل يدور صانع العاب او خلينا نقول واحد يلعب في طرف الشمال، يعني كان عنصر يعني فعال في المهام الهجوميه. فلما راح الانصاري تغيرت الحسبه. فانا اذكر ان يعني في اللقطات اللي دزيتها لحمويه يعني بينت يعني كل المميزات اللي موجوده تقريبا قريبه من فهد الانصاري، فتوقعت يعني انه راح ينول اعجابهم يعني. وانا خصوصا اتكلم على البنيه الجسمانيه، اتكلم على التحاماته القويه، افتكاكه للكره، بالاضافه الى يمتاز يعني هذه نقاط التشابه بين حمويه وفهد الانصاري؟ وفي نقاط انا بالنسبه لي اشوفها يعني ما تفرق وايد، يمكن التسجيل عند حمويه اكثر. التسجيل يعني حمويه السنه اللي طافت تقريبا مقول في الموسم كامل 15 جول. يعني هذه ما تشوفها بدر، يعني بدر يمكن مساحات اللي يتحرك فيها لو تلاحظها للنص، يعني ما بعد النص خلاص الادوار تختلف. حمويه لا يكمل. ما قصدك يعني فهد الانصاري؟ فهد الانصاري انا اقول لك حمويه يفرق انه يحب يكمل يزيد يعني يختلف، وطبعا ويلعب مركز يعني يلعب السته ويلعب الثمانيه في الملعب، يعني في المساندة الدفاعيه يعني بامكانه يلعب وبالثمانيه، بس هو صار له الحين سنتين دائما قاعد يلعب في مركز الثمانيه اللي هو يحب انه يكمل داخل. يا ابو احمد صراحه اللي اشوفه اختيار غير موفق بتاتا. ليش؟ القادسيه يمتلك افضل نجوم بالكويت لاعبين النص. شلون اذا رجع الحشام؟ شلون اذا رجع محمد خليل؟ مكانهم غير يا ابو رضال الحشام محمد الفهد محور خالد كلمهم هذول يقومون بالدور وافضل من حمويه وحمويه يمكن تقول رضا هاني ممكن محمد خليل المحترف السوري في صفوف نادي القادسيه. هذا طبعا لقطات خاصه لهاللاعب. يعني احد كان يتابع النمش؟ كنت تتابع؟ لا والله ما كنت اتابع المحترف، بس انا ارجع حق جزئيه مهمه. يعني انت المحترف الحين اذا ان شاء الله لاعب ويا القادسيه ممكن انت سلطان تغير مركزه، يعني المدرب شايف شيء احنا ما نشوفه، المدرب محتاج شيء احنا ما ندري شنو هو، بس ممكن انت اللاعب هذا محترف ممكن انا اغير مركزه
اثناء التمرين ممكن اثناء المباريات او ادواره ممكن احتاج نص يسار واخلي سلطان مكانه. لا وانا اقول شغله فعلا انت قلت شغله مهمه صراحه اللي هي ان سلطان اول ما طلع ترى كان ممكن يلعب باك شمال يعني يكون احتياط حق خالد القحطاني او يلعب اساسي قبل احترافه الى النادي اللي بقطر كان يلعب باك شمال وكان يؤدي او وسط يسار. لا بس انا في نقطه قاعد اسولف مع ابو احمد يعني وضعيه اللاعب مو لاعب محور اساسا مو وسط متاخر لا لا تحت المهاجم بس عفوا ما يخالف احنا قاعد نتكلم الفرق بالمركز ما بين سلطان الانزي وبين اللاعب المغترب فرق كبير يعني انت ما تلاحظ هذا عنده نزعه هجوميه وليس نص متاخر مدافع وانتم قاعد تتكلمون عن موضوع ان اطلع سلطان طرف يسار وطرفين سلطان مو لاعب المهاري انا اوديه على الاطراف هذا واحد سلطان جديد في المركز يمكن ابو احمد ذكر ان سلطان مركز جديد عليه بالعكس سلطان برج بهذا المركز صحيح. وتم اختيار المنتخب بهذا المركز صحيح. لما قال مشان سلطان يعني لاعب كبير بوزنه مع القادسيه بس انا قاعد اتكلم عن جزئيه ان الفرق ما بين المحترف وبين سلطان جزئيه واضحه ان اللاعب المحترف هو وسط مهاجم يقوم بادوار ادوار هجوميه لذلك هو دائما مركزه رقم 8 يعني الحين كلامكم يعني يا حمويه يلعب يا سلطان يلعب هذا المركز انتم حطيتوا التشبيه بالمركز ان حمويه مكان سلطان ورضان اللي شبه لا 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 عشان اقول انا شبهته لا 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 عشان هذا ما قلت ولا انا قلت محمد خليل وسيف الحشان وعبد العزيز شو اسمه المشعان ومحمد الضفيري ورضهاني الحين صارت مشاكل في نادي القادسيه رضهاني كان بيطلع حق نادي السالميه وغيره كان بيطلع يعني احنا افضل لاعبين في الدوري الكويتي ترى على فكره خط النص حتى جمهور القادسيه طبعا مو راضين يعني جمهور القادسيه واعي ينطرون فرصتهم انه يطلعون يعني متى يلعبوا هذا متى يلعب اذا جاء الحموي هذا متى يلعب شو اسمه مرضاني ولا مرضان يعني انت اليوم اي مدرب خليل اي مدرب يشرف على تدريب القادسيه يعني يكون بحيره اليوم انت صعب انك بتجيب محترف يفوق مستوى لاعبي القادسيه احنا ما نقل مش لاعبي القادسيه المحليين ولا المحترفين ولكن انا قاعد اتكلم انه في كوكب من اللاعبين صعب ان اي محترف انه يتخطاهم. بعدين في ثلاثة استحقاقات يعني ترى الانديه تحتاج هالمركز اكثر من واحد وهذا بالنهايه خيار المدرب يعني. انا اشوف انه صفقه موفقه بس ترى على فكره يعني الكلام اللي اذا توفق مع نادي الغازية خروج فهد الانصاري حمويه حموية هو هذا الكلام محمد خليل في شغلة يفرق محمد خليل ورضا هاني عن حموية الاستاد يفرق محمد خليل ناحية الاستلام السرعة المركز يفرق بالمركز يفرق بالمركز وبالمهام انت بخالد اليوم عفوا كابتن اليوم انت سلطان مستحيل انا اقول لك يطلع من التشكيله حتى لو حمويه موجود بالضبط مستحيل يطلع من التشكيله اليوم الشوط الثاني منو نجح القادسيه وفوزهم اليوم دور سلطان اليوم سلطان انا اعتقد اليوم المدرب بين الشوطين اعتقد لانه كان في خطا كبير الشوط الاول كان الضفيري ويا سلطان اثنينهم كانوا يجدمون للثلث الهجومي كان في عدم تنظيم في الوسط انت لاحظ الشوط الثاني الشوط الثاني لما كان سلطان يربط بين الأربع المدافعين والوسط صار الحرية حق عبد الله ماوي والضفيري طيب. إن يتحركون صار في خطورة طيب. وفي أهداف هذا كلام ينطبق على هاني رضا هاني هو اللي ضبط خط النص في نادي القادسية هو اللي ريح نادي القادسية ولاعبين النص رضا هاني وليس سلطان رضا هاني على ترى يعني كثير من عتب واستغراب جماهير القادسية من حقهم وفرت لاعبين لفل عالي من اللاعبين والمستوى يبحث عن نتيجة ولكن مع ذلك يبحث عن تنوع بالمستوى وأنه يشوف رتم مستوى عالي بالأسماء اللي موجودة نأخذ الباص ورد نكمل معه وين رونالدو وين حياكم الله من جديد مشاهدينا نذهب معكم مباشرة مع تواصل المشاهدين معنا والاتصالات نافع الشملان حياك الله ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير والخير والرضا يا هلا عليك وعلى
ضيوفك الكرام. مبروك الفوز اليوم. أبو شملان الله يبارك فيك، شلونكم شخباركم؟ الله يسلمك. أول شيء راضي؟ راضي على المستوى القادسية؟ الحمد لله. الشوط الأول لا والله مو راضي، بس الشوط الثاني لا، القادسية أبدعوا وفريق يعني مع النصر يعني فريق زين بس لكن الشوط الأول لاعبين القادسية ما عجبونا. أنا أتمنى من الجهاز الإداري يعني على ينبه على مارين، يعني مو كل مباراة لازم نفس التبديل. رضا هاني حمد أمان، رضا هاني حمد أمان، محمد الفهد موجود رد التدريب، وأنا شفت مباراة التضامن الودية قبل أسبوع يعني عنده لياقة شوي. أحمد الزنكي رد، ودنا نشوف هاللاعبين يعني مع احترامي لحمد أمان يعني وهذاك اللاعب يعني اللي يخلص لك المباراة، في لاعبين أفضل. وأتمنى من المدرب يعني يراعي الفكرة هذه، يعطي اللاعبين فرصة أكثر من اللاعبين الموجودين. نعم مشكور نافع. ترى على فكرة تبديلات مارين كانت بدر مطوع مكان صالح الشيخ عبد الله ماوي، يعني كانت هالتبديلين اللي يجريهم دائما خلال مباراة الزمالك الكويت ومباراة العربي اللي طلع فيها. يعني التبديل الآن اللي أجرى ترى مغاير جدا عن ما ظهر. خالد إبراهيم اليوم وأيضا حمد أمان. يعني خالد إبراهيم منو معنا بعد اتصال؟ عادل، عادل مطيري، مساء الخير يا عادل. مساء الخير أخوي أبو خالد. يا هلا مرحبا. يعطيك العافية. الله عافيك. مسي عليك على الأخوان الموجودين. سلام بارك. مع أني أختلف أنا معاهم في نقطتين بقولها بشكل سريع. حياك قول. اليوم يعني القادسية ما كان سيء، كان أفضل في الشوطين، لكن اللي اختلف معه الكابتن ظاهر العدواني متعود على سيستم القادسية، لعيبته كلهم يلعبون يحاولون يخترقون من العمق يقللون من لعب الأطراف، والقادسية هذا السيستم من زمان. فشدي كثف اللعب بالوسط وضيق عليهم. لكن بالشوط الثاني مارين اللي كان أذكى وغير اللعب، صار في تنويع بالعمق وبالأطراف، فانكشف دفاع النصر وقدم القادسية كان أفضل. النصر ما له شيء بالهجوم، النصر مباراة 90 دقيقة بس له كورنر واحد تخيل، تمام ما ولا هجمات مؤثرة. صحيح. أوكي. النقطة الثانية سلطان نزي نجم المباراة، أنا استغرب من الإخوان اللي قاعد يتخذونه، والسلطان نزي ما هو بطيء، بالعكس سلطان نزي ما يتأخر بالكرة، لعبته من لمسة وسريعة ومؤثر ومن أفضل الوسط اللي يلعبون بالكويت من هالمركز هذا. صحيح. ونجم المباراة ونجم مباراة العربي لا ومقوّل بعد، مساند له هجوم ومقوّل. صحيح. أنا استغرب من الإخوان، وبالنهاية هذه آراء مختلفة وكل واحد له رأيه. مشكور يا عادل، مشكور بالعكس، يعني نقاطك فنية حيل بحتة صراحة، يعني وجهة نظرك مقنعة جدا للي تابع للتفاصيل هذه. منو بعد معنا؟ عادل البدري من العراق، حياك الله يا أخوي عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير وشعل الجميع الحضور السلام. حياك الله يا أخوي. طبعا اتمنى يعني اكمل مداخلتي واذا في واحد عنده. لا قول سهل مبارك. قول ماشي. طبعا انا ايد المتصل خالد المطيري لما قال في فوضى صراحه خصوصا الشوط الاول. اليوم اذا اكو جهاز يحسب عدد التمريرات الخاطئه الشوط الاول، تمريرات عشوائيه خصوصا اللاعبين على مستوى منتخب، يعني شيء بصراحه يعني مو صحيح، تمريرات عشوائيه كثيره، واتمنى مراجعه هذا الشيء. بالنسبة لمحمد خليل ما أدري ليش المدرب ما لاعب العام برز، يعني اليوم تخلي في الدكة، هذا شيء محبط للاعب. أيضا بالنسبة أنا أشكر الجنطاوي على حياديته رغم أنه مشرف فريق ومنافس ويقول أنه صفقة ناجحة بالنسبة لإسراء. بالنسبة لأبو رضوان تكفى، لا توحي لي أنا كمنتخب القادسية أن هذه مو ضربة جزاء وهذا طرف، فأتمنى ما توحينا أنك أنت ضد القادسية، وشاكر لكم مشكور يا عادل. مشكور ومعاك حق، يعني ساعات لازم توضح أبو رضا. حط اللقطة، لازم تورط، حط اللقطة. لا يا أخي لا، ما يصير الناس قاعد يعني معقولة يا أخي هالحين واحد واثنين وثلاثة وعشر وعشرين ما يصير يا أخي. أقنعت هالحين تدخل مساعد ندى على صابر خليفة بلنتي ولا لا؟ اجمعت كل العالم انها بلنتي. هي تبن بلنتي ابو احمد؟ ها بلنتي في احد في واحد عادل يقول مو بلنتي؟ لا لحظه السوبر هذا، السوبر بلنتي
كله عادي. الحين بالمباراة هذه، المباراة هذه مو بلنتي، حط اللقطة عشان مالت بدر مطوع. اي نعم، مصر انه يقول مو بلنتي. انا ما شفتها والله، كنت ابي اخلص بس اذا موجودة يا شباب، بس اللقطة عشان اخواننا يشوفون تفاصيلها. زين كابتن عايد، بدر مطوع يستاهل انذار وسط الملعب ولا ما يستاهل؟ اثنين هم يستاهلون، بدر واللي مسك بدر. لا بدر ما مسك، ما سوى شيء، لف عليه. انا عشان الجزئية هذه بس، عشان نروح حق مباراة الجهرة حطوها يا جماعة عشان نقنع العالم. بس احنا نبارك للقادسية، نقول مبروك على الفوز بالقادسية، وهارد لك لاخواننا النصر. نروح لمباراة الجهرة والفحيل. هذا شوف، انا هروب حط اللقطة، مو موجودة والله. الله هو اكبر، صارت موجودة. والله مو موجودة اللقطة، والله العظيم مو موجودة. لو موجودة صدق اعذرنا يا البدري، واعذرنا يا فهد العجمي، واعذرنا يا اللي يقولون القادسية. مباراة الجهرة والفحيل ابو ثامر. شوف ابو خالد، يمكن لعبنا اليوم مباراه وتعادلنا فيها، وتعادل فيحيل مع الجهره، وهي يعني بالنسبه لنا نتيجه محبطه بصراحه، هو تعادل بطعم الخساره. يعني ما ظهرنا في المستوى في الشوط الاول كاعداد داخل الملعب، يعني اللاعبين يملكون قدرات عاليه، لكن ما شفنا المستوى المعهود اللي ظهر فيه طبعا. طيب، الجهره في الشوط الثاني. ابو ثامر، يعني احنا ما نبي يعني محصله، نبي الفوز كان بين يدينكم، ليش اللي ضاع؟ شو اللي صاير؟ شوف انا قاعد اقول لك، شوف الشوط الثاني لعبنا وادى، وحتى تبديلات سيد دجبور في الشوط الثاني، اشراك محمد العجرش، فهد عايد، يوسف الرشيدي، اعطى النزعه الهجوميه اكثر، وحققنا التعادل وحققنا الهدف الثاني. ارد واقول لك شلون ضاع الفوز. انا قاعد اقول لك يعني للاسف، يعني احنا يمكن ساعات يمكن الهفوات التحكيميه قد تاثر على نتيجه المباراه. اليوم شفنا طرد اورن، وهو حالة الطرد الثاني أو هو الكرت الثاني، ويفترض برضان، يمكن احنا دائما نشيد هنا في الحكام أن الحالة الثانية يفترض من الحكم تكون أقوى قسوة، يعني أقوى قسوة. اليوم شفنا يعني شفنا فاول ما في خشونة من المحترف أورن. ترى فكرة، يعني أنا متأكد أن كثير من، لأن مو منقول المباراة بالضبط، ما حد شافها يعني. الصورة هذه اللي موجودة، وإذا هذه الأخوان موجودين متابعين بعد، حتى في الأخوان فوق هم متابعين المباراة وشفناهم. لكن هدف التعادل للفحيحين ركلة جزاء. أنا قاعد أقول لك أن تسبب الهدف صحيحة سليمة، الحيطة كانت داخل الـ18. طيب، وكانت الحالة بعيدة علينا، لعبها لاعب الفحيحين بدقيقة 93، وقال أنها فيها لمسة يد من الحيطة، وحسبها أحمد العلي ضربة جزاء في دقيقة 93، وبعدها سدد اللاعب الفحيحين وسجل الهدف، ومن ثم يعني تعادل وصفر الحكم. لكن انا اقول لك الحاله ما كانت واضحه، بس توقعاتي انها بلنتي، لان ما صار في اي احتجاج من المدافع. احنا شوف، بس انا مع نفس ما قال في موضوع التدخلات التحكيم، وهذا انا اتكلم بواقع ملاحظه مني، انا اتكلم كمتعهد لاعبين او وكيل لاعبين، ان الحكامنا مع الاسف ردة فعلهم على المحترف غير عن اللاعب المحلي، استغربها. انا اقول لك شغله، ما عدا المحترف اللي يقعد فتره طويله عادي، يعني لا اقصد لو يتلاسم ابو خالد، ترى شيء بس الانذار الاول اللي يارون ما في شيء، يعني ما يستاهل. والحاله الثانيه، ترى الحاله الثانيه نفس ما قال لك، ما يعني حتى ما احنا ليش مطرد معنا عارفين اليوم بس هذه ملاحظه انا بلاحظها ابو رضا، انت موجود كحكم راح تلاحظها مع المحترفين اليوم كحكم. اليوم انت تقول كل الحكام اللي يقولون ان الحاله الثانيه في شهر الكرت الثاني ومن ثم الطرد لازم تكون اقوى حاله، يعني اقوى قسوه يعني من الانذار الاول. اليوم شفنا فاول جدا سهل، والظريف في الموضوع ان اورن بالتسعين دقيقه سبب فاولين، الفاول الاول اخذ عليه انذار اول وكمل المباراه للنهايه قبل المباراه بدقيقه، سبب في اليوم فاول في حالة غريبه لان ابو رضا عشان الفاصل عشان ما يستحق عليه الانذار من ثم يعني نعم ولا لا، راضي عن مستوى الجهره اليوم؟ نعم ولا لا؟ الشوط الثاني النتيجه ولا مستوى الجهره ككل؟ نعم ولا لا؟ لا ما احنا راضين على مستوى كجهاز اداري وفني ولاعبين، احنا كلنا داخليه ما احنا فاصل مشاهدينا فاصل الشوط الاول. حياكم الله مشاهدينا، ودائما ابو رضان يعني يستغل كل لحظه، يعني لازم يقول نقاط، يعني في عتب بيننا وبينه، يعني ابو رضان يا اخي ما يصير من البدايه كذا.
لقطات مهمة في مباراة مهمة. طيب أنت طالب. ولازم أطلبها أنا. طلبتها. ولازم أطلبها. لا لا لازم يكون تطلبها. تدرون إن هذا حديث الجماهير. طيب لازم أنت تطلبها. أنت عودتنا دائماً. أنت عودتنا دائماً إنك تجي صح. تقول والله باللقطة الفلانية. صح. واللقطة الفلانية لقطة الفلانية. ايه؟ أنت دخلت ما طلبت شيء. دخلت لأن جيت أنا متأخر عبالي 11 ونص. طيب تحملنا إحنا تحملنا وتحمل ربعي. لا يعني أنتوا على مستوى وعارفين الأمور يعني في ركلة الجزاء يعني هذا شيء مهم لازم أحطه. الأهداف حطوها عشان نعلق عليها ونقول لكم هذا هدف وهذا فاول. راح أقول لنا ملخص للجولة ايه؟ وراح نحط اللقطات اللي انت بيها ايه؟ وإن شاء الله تكون انت موجود معانا وتقول النقاط اللي انت تبيها بصفري. عموما روح لي طبعا يعني يسعدنا طبعا برنامج 18 احنا دائما حريصين على الشباب الكويتي وخاصة في السوشيال ميديا والمهتمين بالرياضة والداعمين لأنديتهم مثل ما دعمنا أخونا العزيز بوسند وخاصة حسابه المعروف في شبكات التواصل. أيضا يسعدنا بشكل كبير التميز اللي قاعد نشوفه في حساب قد ساوي ذهبي في التويتر. يعني حساب جيد جدا. حساب حريص بشكل كبير على كل تفاصيل نادي القادسية. يعني هذا الشخص أتمنى أنه يكرم مثل ما العربي أو ديوان العربي يكون أيضا ديوان قدساوي يكرم هالاسم الجميل الحريص ومتابع بكل التفاصيل. يعني ساعات إحنا يعني إذا بنسمع أخبار عن القادسية أنا شخصيا أروح لقدساوي ذهبي أشوف شنو الأخبار اللي عنده وشنو التغطيات اللي عنده. يعني صراحة الحساب مميز ويستحق الإشادة. بالإضافة أتمنى أشوف واحد كضماوي شوف يعني واحد جراوي يسوي له فلو اشوف واحد والله يستاهل والله يستاهل وسند وقساوي ذهبي يستاهلون. اتمنى نشوف حسابات ثانيه بنفس الجوده ونفس الفكره ونفس المضمون. احنا بنرتفع الليفل لما يقول نطالب بمستوى فني لا والله احنا مطالبين احنا كمتابعين وجماهير ان نطور من مستوانا وثقافتنا في توزيع الاخبار ونشرها باسلوب جميل وجذاب وحصريه وبعضها حصريه وبعضها حصري واللي يسويه مو سهل يعني أيوة. في تعب يعني انا شفتها في موضوع المحترف اسراء قاعد يقصص اللقطات وقاعد يتواصل معي خاص يعني في بعض الامور يبي يعرفها يعني ما شاء الله هم يتصل يعني عليك حريص ما شاء الله يعني عارف منو اللي جايب هذا منو اللي جايب هذا يعرف يشتغل يعني ما شاء الله حتى الصفقات يعني القيمه الماليه للصفقه تعاقد اي خاصة بالغادسية يذكرك كم اخذ وكم النادي اخذ. لا بس انا ما اعطيته جواب سالني هالسؤال وكلاء اللاعبين متغلغلين في كل الوسائل. الله يرزقهم الله يرزقهم ويرزقنا معاه ان شاء الله. نروح لي طبعا وجود مدربنا الوطني مدرب نادي برقان ايضا ودوري الدرجة الاولى اخونا العزيز وليد نصار. يعني اول شيء فوزكم على صليبة خاتبي 3 أهداف مقابل هدفين. بشكل عام كيف رايت البداية الجولة الأولى بالدوري؟ والله شوف كان فوز معنوي طبعا. أنا أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي وأشكر طبعا إدارة النادي ومتوثلة برئيس النادي ومتوثلة بمدير الكرة. خلينا نقول العمل الدؤوب بفترة وجيزة خلال شهر من استقطاب لاعبين محليين أيضا لاعبين المحترفين في فترة وجيزة اللي خلينا نقول 3-4 أيام قبل نهاية التسجيل. صارت لنا ظروف كثيرة من ناحية المحترفين ما أحب نذكر الظروف هذه ولكن خلينا نتكلم عن الشغلة الإيجابية هو الفوز المعنوي في أول مباراة. فريق صليبة خاتبي فريق محترم كانت مباراة جيدة من الفريقين أداء يعني خلينا نقول أمتع من حضر المباراة وأهداف ممتعة أنا شفتها وأهداف ممتعة اللي يحسب لك عشان الوقت والله وليد اللي يحسب لك اللي يحسب يعني لك صادقين اللي يحسب لك الأسماء الموجودة أيام مدربنا الوطني محمد الدهليس نعم. الأسماء الموجودة الآن في صفوف فريقك في تغيير كامل يعني بالضبط. تغريبة يعني نسبة كبيرة ويحسب لك أن الفريق يظهر بمستوى ونتيجة رب لك الحمد يعني بفضل الإدارة بوجود مبادر بوجود بوفهد الخرمة محمد الخرمة أيضا هم هملان ها نعم هملان مبادر طبعا هم قاعد يسخرون يعني جميع الإمكانيات لهذا الفريق. لاحظ أن الفريق متجدد مثل ما تفضلت على الموسم الماضي استقطاب اللاعبين يعني خلينا نقول كل عاق سهلوا لنا من جانب الإداري وأيضا أشكر أخوي أبو شافي هم أيضا على حرصة في إنهاء جميع الإجراءات. فإحنا قاعدين نشوف إنه خلينا نقول عمل متكامل. إحنا إن شاء الله نقول تكلل بالنجاح إن شاء الله تتوقع إنه راح تكون موجود إن شاء الله برقان راح يكون الموسم الجاي في دوري الأضواء. والله شوف طموح كل أنا نبي إعلان حماس إعلان حماسي قبل أن نختم. إحنا هذا هدفنا الوصول إلى الدوري الممتاز حق مشروع لكل الفرق.
كل الشكر لضيوفي في هالحلقة، سامحونا إذا قصرنا في شيء، نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين مع زميلي عبد الله مال الله. كل الشكر لطارق الكندري، وليد نصار، محمد النمش، وصالح الجنفاوي، وأخوي العزيز أبو رضان عايد رضان، شكرا جزيلا. الله يسلمك، ونشكر على دعوتك لها الحلقة المميزة، ونقول للجماهير القادساوية تحملونا شوية. لا يحبونك. أيوة والله العظيم، مثل ما حنا نحبكم. أي بالله. مع السلامة.